ايه هون عندك وصلنا بس 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 وقف هون وقف قديش حلوه لك يا اهلا وسهلا شرفتوا اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا فيكم تفضلوا تفضلوا شرفتونا اهلا وسهلا طالع كتير حلو ايه مظبوط حقكم حق ايه برميت لا تخجل هدول بنات حماك ورح يصيروا مثل اخواتك اسمعوا منيح يا بنات شو ما بدكن اعملوا فيه ولا ترحموا عم تنهضوا ماني عارفان ليش مرعوب لهالدرجة هي هذا البيت بيتي وانا دفعت الاجار خلص هلأ بفوت وبقول لهم فضوا البيت الله يعطيكم العافية فعلا الشارع كلياته مزين والبيت اللي مقابل بيتكن إلكن؟ مو إلنا هذا بيكون بيت جارنا وهو اللي عطانا يا لبي ما يخلص العرس ايه صحيح الله يبارك هالشاب لأنه فعلا ابن أصل مو عارفان كيف بدي بلش بس والله ما أنا حلوة إني اتراجع بكلامي هو كلياته يوم ورح لا أنا ليش هكلان همون هيك ماني مضطر أبدا زعل أهلي يلا لازم روح وأحكي معهم هو عطانا البيت كلياته ايه وهالأيام قليل الناس اللي بتعمل هيك شغلة ما هيك هالشي صحيح أنا وقعت بالفخ يلا لازم روح وقل له بس لا لازم فكر بالشي اللي بدي أقوله بالأول هالشاب ما في منه أنا ماني شخص مو منيح بس ما رح خليكم تستغلوني بهذا الشكل إيه لا هيك رح يقولوا عني وقح لعما شو بدي أقول ليك يا عمو بودي كان إني ساعدكم بس شو بدي أعمل بكرة عيلتي جايين ولهذا السبب لازم تفضوا لي البيت ويا ريت خلال كم ساعة لأني مضطر كتير لا لا مو مزبوطة بس هالشغلة مو مشكلتي خلاص أنا لازم فوت وأحكي بكل وضوح إيه أبني يا جارنا شايفك إجيت إيه والله في مناسبة ببيتنا أتفضل فوت شرف فوت شوف جوا. هلأ بجي وبلحقك بعد شوي لا 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 أنا ما رح أقبل غير لخليك تفوتوا بهاللحظة هي تفضل لجوا يلا فوت لك يلا فوت أهلا وسهلا لك تعا فوت ليش خجلان فوت رح تتسلى خد راحتك ابني على الآخر أهلا وسهلا فيك عن إذنك بلكي هالجماعة هدول ما رضيوا الصبح يطلعوا من بيتك شو رح تساوي وقتها يا ترى شو قال لك شو تعمل روح لعندهم فورا وقول لهم فضوا لي البيت أهلي بكرة جايين